ما حكم رفع اليدين في الدعاء أثناء خطبة الجمعة؟ حكم رفع اليدين في الدعاء أثناء خطبة الجمعة لا بأس، الأمر في ذلك واسع. أما حديث عمار بن رؤيبة أنه قال لما رأى بعض بني مروان يخطب يرفع يديه قال قطع الله هاتين اليدين القصيرتين، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لا يزيد على أن يشير بإصبعه، فهذا ليس فيه نهي عن رفع اليدين، وثبت أن النبي رفع يديه في دعاء الاستسقاء ورفع يديه في الدعاء بصرف الماء أيضا، اللهم حوالينا ولا علينا.